يستعد الفنان عبد الرباع المقيم بديار سويسريا خلال الأيام الحالية لطرح أغنيته الجديدة بعنوان خمسة وخميس على سيدنا، والتي تدخل ضمن الملاحم الوطنية، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع الفنان عبد الإله الزنوحي، حيث يضع اللمسات الأخيرة على تصوير فيديو كليب للأغنية بالعديد من المناطق السويسرية. الملحمة تحت عنوان خمسة وخميس على سيدنا. المناسبة ديال هذه الملحمة، وهي كنسمعوا هنا بزاف الناس يهضروا على سيدنا، والقنوات الأوروبية وكاع النجوم ديال العالم العربي كلشي ولا تيغني على سيدنا. خفت يضربوا لي بلادي بالعين، وسيدنا يضربوا لنا بشي عين، وحنا كانوا حماقوا عليه ونموتوا عليه هنايا. الوغ اضطريت نسمي خمسة وخميس على سيدنا من الكلمات والألحان ديالي، والتوزيع ديال الأستاذ عبد الإله الزنوحي بمشاركة مجموعة من الفنانين اللي كنشكرهم، وما عاوننا حتى شي واحد، لا من حتى شي حد ما ساعدنا في هذه الملحمه، تعذبنا بوحدنا بخاسك دابا عامين، وحنا اللهم لك الحمد في اللمسات الاخيره، وكتكون هديه لسيدنا وللشعب المغربي. واخر الكلام هو الله الوطن الملك. هذا شرف كبير لنا اللي قدم الاخ الكبير والفنان الكبير عبدو الرباع اول اغنيه في اوروبا، خمسه وخميس على سيدنا. وتبارك الله، اغنيه كبيره وعظيمه، وفرحانين بزاف، وكنحبوا سيدنا، والله ينصروا لنا عاش الملك محمد السادس. وتتمحور هذه الملحمة الوطنية حول الحب الذي يكنه الشعب المغربي داخل الوطن وخارجه للملك محمد السادس، وللدور الكبير الذي يلعبه جلالته في رقي وتقدم المغرب منذ توليه العرش، إضافة إلى إبراز جمال المغرب واستقراره والتأكيد على مغربية الصحراء. بيت الحال هذا فخر لينا كاع كامل، باننا رغم الغربه وبعد الدوله ديالنا المملكه المغربيه، باننا كنوصلوا من خلال الملحمه ديال 55 سنه سيدنا الولاء ديالنا والحب ديالنا للمملكه المغربيه بلادنا، وناكدوا على مغربيه الصحراء. بالنسبه لهذا العمل، رغم شد واحد الوقت كبير بزاف باش كنوجدوا ليه، ودي ريبيتيسيون وهذاك الشيء، المهم كان بعض الصعاب، ولكن الحمد لله حنا فرحانين بهذا العمل اللي درناه، ونتمنوا ان شاء الله يلاقى الجمهور الكريم المغربي اللي داخل الوطن وخارج الوطن ان شاء الله. ويعرف هذا العمل الفني مشاركة العديد من الفنانين المقيمين بسويسرا والمغرب، وقد تضمنت هذه الملحمة الغنائية خمسة أنماط موسيقية تتوزع بين العصري المغربي وفن الراية والهيب هوب، وكذا الموسيقى الأطلسية إلى جانب الموسيقى الحسانية. وقد استغرق العمل قرابة سنتين حتى يكون جاهزا وينال إعجاب الجمهور المغربي. جد سعيدة بالمشاركة ديالي في هذه الملحمة الوطنية، واللي هي أول ملحمة من بلاد المجر، اللي كتعبر على حب الشعب للملك وحب الملك للشعب، سواء الشعب داخل أو خارج الوطن. تحية كبيرة لأخي عبد الرباع وصديقي الفنان عبد الرباع اللي استدعاني باش نشارك، وكنشكر على المجهود الكبير اللي قام به، وكنتمنى هذا العمل يروق الجمهور المغربي وينال رضاه والدعم دياله إن شاء الله. شكرا. ويأمل الفنان عبد الرباع أن تحظى أغنيته الجديدة النجاح نفسه الذي حققته أغانيه السابقة، كأغنية وليدات المغرب وحلم أطفال العربي وأغنية مونديال 98. خمسة وخميس على سيدنا هو عنوان الملحمة الوطنية الأولى من أوروبا، يؤديها فنانين مغاربة مقيمين بسويسرا، ويهدونها للملك محمد السادس وللشعب المغربي، معبرين من خلالها عن تشبتهم وولائهم لأهداب العرش العلوي المجيد، وارتباطهم بقضايا وانشغالات وطنهم الأم. لقناة مغاربة العالم، الغالي محمد رشاجدة، زوريخ.